بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمان داودا ياشا نجد داونا يا هودا كحر يوتيوب كا كنحر برتن سبع جزيرة جنل علينا سو دوادا ما انتو حاندين هاينا مخال يسبدن ويدد بدن اي لدو الدونان يا وحادين عيب ميديك فديا وأحمد آدم مختار صاحب كيغا مرنا أردي كيغا إن شاء الله ما انتو حياب بدن ونو شاكي دونا ويلي ما أسيقو انت بدن كهالي دونا أفكا مايغا مركا إن شاء الله أنك بغن أحمد سودو كسودو سبع جزيرة جنل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان برتع برشدو كوحران سين سلامي سبع جنل تي في الجزيرة يوتيوب مغاية ميلة أري أحمد آدم مختار مين كنولا ودنك كينيا خاصة حروين كدار عدن حجر ديرا لنكون صالح موسى ومعلن كيجا وخيبري لدى كمبيوتر كا ما شاء الله الحمد لله إلى محله ما عندما يكون هذا لي مارتي لنكس ومالي يكون هذا لفضاي ما دام مارتي ودنكي مرخور هالديس زايد سكوهايتي الحمد لله ما شاء الله هدو ودنكي ما دام سيدي لما نوقف عن قلين فرماجو إيو غيره ما هتسين كلي إن شاء الله وحياه بدن يكو قوة ودنكي ما شاء الله خوب كان أمسر جدا نسكفايلة ما دام ما أرني وحياه بدن وإزدمرين بدن وما أرني حاف جرين ما شاء الله وما هنغان ما دام ما أرتي يون إلهي حق رب قلي وهي وحياه بدن يكو بدلين ودانكي ونين مارنا ميلون زائد انك قوضون سنة وقفوتي حالك ديس قفل بفهم كور مارك تي حدي على والبارت هدي كلاب ميبوها اديق خو مرويل بمي اتالان او مارنا او دي او والفضو سنديرو كورنا ما شاء الله لكن لنكي ودانشي روغو الحمد لله ميبوها ميلي فضوش او كورات سيكور لكن انت مانت عدا قفوتي لكم داد بادن او والبارت جران ويقولوا بردين ما يبوا وحياه وسيدي يوم أرنا ساتسفايك شو أما سي هيركي يفضلين ولين مديرنا مارك ما يسين لها إن شاء الله إلهي ما يكون برياني إني ما أرنا ودن كانا إني ما أرنا سيدي لفضاي ومسلمين تدون جيلين إني ما أرنا إلهي ننكويله مارك إن شاء الله دمانتينا دعوة ياشي سين سلامة أني أحمد آدم مختار أمس أحمد ساكو السلام عليكم أحمد ساكو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم كحرن قصوا دوالة سبسكرايب سارة لايك كريا فيديو شير كريا أصحاب تساعد الله بذكتان إن شاء الله أحمد آدم مختار كله وكم يدي هاي لليارة دا كبر بارتي حردان وحوتيك هذا اللاب بس لما كان رجال وين كلا ودن كأنو هجاجو إن شاء الله سيدا حد دكا موغطا ناو نو موجيه رجال واناكسان او ودنكا كسو موغطا احمد حكمي ديه دلنت واح براتي سلمر كان مستقبل كو دو ان شاء الله ارجعل اينا واح قبصدان مركا احمد وحاو براتي اما هاتن او كوكود جرام او ديارينا يا انو برتو information technology اسوه برغرامي فربادنا دي ديارينا يا اي تي ده ان شاء الله انا معانكا وقربسينا ايانا هاي عبد الله ارادو سنتك وحسن مية دبلوما إن شاء الله إنه هرو صعد على نسير جينينا أحمد رجل ودنك آت أياد نو موجيسة إن شاء الله سيدة جعلان هيد ودنك إنه نخذو مدحت هاد جوكتو كلا سيدة عديلت حالة دودي محالة هاد ودنك أي قوضان يسيد ودنك أوكو صعدو محالة قليلت إنك صعد أفكا مايقا آت كهاد ليسة إن شاء الله أفكا مايقا ويرا أدقي هاي مرقار نحوى واسك ججب صدا مرك إن شاء الله أديكو أبصمالي أو ماي قبل إنتو بعد لفهم أيه مرك إن شاء الله نقوله تهاي حالة دوادنك والله معل حالة دوادنك أرتى سيدي هر ما شاء الله زائد بقول كي بقول ما دام ينهاينا حالة دي هر ودنك سيوسك جري إيوه دمانت سيوسي إيه كارنتيل مانت عمل إسكوميت معها ما إسكوميت دليل بقول كي بتدوات نيشان عمل أركور وياه تميشن تدمنا لوات إيش أنت من نوع يبغى ما يخرج جاي إله سبحانه وتعالى مرول بمعرانة هرت مسلمين تأميلوا بروان إني هرت إله كير نادا وفق الله وفق إله كير نادا يا معرنة نبود إيه والقلب حاله
marka bay rajayne maale walaalaha muslimiinta dhan bay loo buruugan wadanka leh ruugan mise wadanka dibidiisa ruugan marka maasha Allah may ku rajayne in walba walba salaad markuu si tukado in wadanka indho ay oo qallaasadu mise dibkuun ka socdo in Ilaahay maarna muslimiinta iyo dhan istuso dantiyo ka fikiran marka saas ala lahay sifo maarna la walba maarna may la aray la walba wadanka walkiin dhaama mahalaaso marka wadan diin wadan ma aha marka insha Allah rabbi may ku bariyane in wadankan Ilaahay noo ninka dhigo marka saas ala lahay ani ahaantay fikirta ana ku ma sha Allah ayan aad u mahadsantahay wadanka Ilaahay aad u fiican tahay insha Allah sida hadda uu tilmaamay Ahmed qof walba wadanka xilba ka saaran meesha ugu yar wadanka aad ku caawin kartana waa ducada marka insha Allah qof walba Soomaaliyeed waxa rajaynaya inuu wadanka ducada ku soo caawiyo si dibkan Ilaahay naaga saaro insha Allah waana laga bixi doonaa dibkan dib lagu sii jiri doono insha Allah ma aha dhaway dheeraabo insha Allah wadankeenana Allah noogu dhigo dal barwaaqo ah insha Allah barwaaqo uu yahay dal nabad ah khayraadkiisana waxa waa Soomaalida si isku mid ah ay u qaybsato insha Allah cadaalad ayaa markaasi waxay tahay waxa wadanka looga baahan yahay insha Allah madaxda haatan joogta ay kuwa imaan doono waxaan leenahay insha Allah cadaaladda la haydintuso insha Allah cadaaladda laga shaqeeyo wadanka inuu hagaaga hadii la rabo Soomaalida way ka bixisaa dibkan iyo dhibaatadii aafta hadda haysato insha Allah wax walbana waxa waaye waqtigii ku eg yihiin insha Allah dibkan inuu soo gabagabo ayaa Ilaahay ka baryayna Axmed waxaa ka mid tahay dhalinta waxbaratay maanta nin rajadiisa aad muujiya ayaa tahay taariikhna waad kusoo martay xeryahan waxyaaba aad kusoo aragtay ama ha ahaato xilligii aad waxbaranaysay iyo xilligii aad waxbaratay marka insha Allah waxaan jeclaan lahaa xoogaa inaad noo qeexdid xeryaha qaxootiga xaaladooda sida ay tahay xagga waxbarashada dhibaatooyinka arday marka aad tahay haysato ama markaas aad la soo kulantay oo kale inaad markaas naaga hadashid iyo waxyaabaha aad leedahay dadka qaxootiga ah in laga caawiyo ama dadka waxbaranayo kale maanta dad ayu noocaana dhageysanaya mana daawanayo marka insha Allah maxaad u diri lahayd ama xaaladda qaxootiga haatan uu ku sugan yahay aad uga sheegi lahayd maasha Allah maalimu fayl ma alxamdulillah ilaahi maxalle kulligii horta wadankan taariikh badan yaa ka mari ana ahaanteyda iyo dhalin fara badan oo aniga saaxiibadeyda hadda ma arna markii la barbar dhigo iyo waqtigii hore uu waxa barada jirni different in dhahay amase farqi weyn dhahay marka deeqbixiyaashii mar hore oo ma arna wadamada caawiye jireen oo sida ma arna oo qaxootiga caawiye jireen UNHCR ku mid ah marka maasha Allah mar hore ma artay faylahay wadanka amase xarooyinka dhadhaab laakiin hadda markii oo waxyaabo badan dhii sida ma artay qaxootiyooyin badan markii oo dhiyan sida Syria iyo waxyaabo badan iyo isbedeli waayo deeqbixiyaashii maana waliyo rajayn maxalayaan marka may buwaa waxbarashadan sideed may buwaa aqabad weyn ha ku wajahaysa marka may ku yaaway qofka in waalidiinta si ruug in waalidiinta si ruug marka badana dadka aqabadooyinka ha wajahay may ku mid dadka waalidiinta in ruug waayo walwal in baan taa diininka ardayii ardayda may buwaa dugsiga hadii dhigadaay ama se iskuul hadii dhigadaay waxyaabo badan ha wajahay marka may ku yaaway ninku ardayga inii salaadii adii halsa ibar in idu ku tabay oo shan saac ma la kanagadi meel ku yaabay markii shan saac ma hanaga looyti in ma arnay guri walba in yaalna dadka adal la noolan in ma arnay dad isku tabar iyo yarayn marka bay waa aqabadooyin badan la tahay laakiin qofka waalidiinta si loo may waa waxyaabo badan maadaama ma artay aqabadooyinka dadka dhon iskuul la simin marka hoogo waalidiinta difaac marka meel arfaday dhalinta wal baradaan maadaama hadan waxyaabo wal barashadii challenge bii nagati oo sida ma artay oo imtixaanada iyo maartay zaid in isku ma arne aba qowlin ku kooyti marka meel ka dhiri gelin lahayay in mar lan walba ma arne in adi maskaxdaada iyo maartay kartidaada ka talato si ma arte oo indirta hadafka amis guushaada saas ar lahayd dhalinyarad amis qof walba baraday oo wadanku rumo saas ar lahayd assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh adiya da yawma santaayo alaykum assalamu warahmatullahi wabarakatuh mudane Axmed ma sha Allah khayr Allah siiyo kulli Axmed waxa uu yahay dhalinta maanta wax baratay ku nool xariyaha dhadhaab insha Allah wuxuuna naga hadlay aragtidiisa ku aadan dalka Soomaaliya rajada uu kale yahay
iyo sidoo kale dhibaatooyinka soo wajihi kara qofka arday marka uu yahay. Insha Allah haddii aad ku cusub tahay bartan, fadlan subscribe saar, like garee videoga, islamarkaana share garee si aad ula wadaagto, ama islamarkaana u hesho muuqaaladan muuqaalada xiga. Insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.